الإخوة لأم والأخوات لأم لا يرثون مطلقا مع من؟ ها؟ مع الابن ومع أيوة ومع البنت ولا يرثون مع البنت أيوة ومع الأب ومع الجد. هؤلاء لا يرثون معهم الإخوة لأم شيء، لا يرثون معهم الإخوة لأم شيء. فهؤلاء مع الفروع ومع الأصول الإخوة لأم لا يرثون مطلقا، حتى أنه في مسائل الجد إرث الجد مع الإخوة لا يختلف أهل العلم أن الإخوة خارج الإخوة لأم خارج محل الخلاف، فهم لا يرثون مع الجد شيء ولا يرثون مع الأب شيء ولا يرثون مع الابن ولا مع البنت شيء. هذا الإخوة إيش لأم.